السلام عليكم. معكم محمد بوزيت، عضو بالجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم بإقليم سكرة تمارة. حنا الآن كنتواجدوا بمقهى الأصدقاء لمالكها السي علال الهدهودي، الكائنة بمرسى الخير. السي الهدهودي هو مستثمر مغربي عاش برا، استثمر تقريبا واحد 20 سنة من الجهد ديالو في الغربة، وجا الآن ودار واحد المحل في المنطقة ديالو، محل بما أروع مما يكون بالجمالية. وكنشكروا على السعه ديال الصدر ديالو وعلى الترحاب ديالو، وهذه مناسبه انني نقول للمسؤولين بحال ما هاد الكفاءات او بحال ما هاد المستثمرين، لما لا يتم التشجيع ديالهم على الاقل بالاعفاء ديالهم من الواجبات الضريبيه المحليه كتشجيع لهم، لانه جاوا استثمروا في واحد المنطقه ورفعوا من القيمه ديالها، لما لا يتم التفكير في الاعفاء ديالهم من الواجبات الضريبيه المحليه مؤقتا ولو لثلاث سنوات او لاربع سنوات، كتشجيع لهم وكتشجيع اخر للاخوان الاخرين المستثمرين اللي يقدروا يديروا مشاريع اخرى في المنطقه. اذا مره اخرى باسم الجمعيه المغربيه لارباب المقاهي والمطاعم باقليم سكرة تمارة كنشكروا السي علال على الترحيب ديالو، وكجمعيه احنا هنايا في اطار الدعم، في اطار المؤازره، وفي اطار تقديم المعونه، وفي اطار تقديم النصح، وشرف لنا اننا نكون الان مع السي علال. وكجمعيه راه قدمنا واحد هديه، نتمنوا انه يتقبلها منا، وهي كتاب الله. شكرا. هديه رمزيه، تعبير على 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 الفرح ديالنا ليه وعلى الدعم، ونطلبوا ليه الله التيسير. السلام عليكم، انا علال الهدهودي، نرحب بكم في مقهى الاصدقاء كافي ديال ياميتشي. عايش على برا، نرحب بالناس كاملين. بالصفه ديالي عضو في الجمعيه المغربيه لارباب المقاهي والمطاعم بعمله سكرة تمارة، وبكون المقهى ديالي كتواجد بمرسى الخير، ما خليتش فرصه تفوتني باش ما نجيش عند الجار ديالي والصديق ديالي باش نرحب بالحضور ونكون في الوقت ديالي باش نهنئو ونحاول نعطيه يد المساعده ونشجعو على شنو على الشيء اللي دار به، ونحاول نبين ليه شنو خصو يدار ولا كان شي ثغرات.